رشيد بيروال مدير العام لشركة بينبوت. هذا المشروع هذا هو ثمرة شراكة بين رئاسة الجامعة بن زهر وشركة بينبوت ووزارة التعليم العالي من أجل إنشاء حي جامعي وما رافقه، كيحتوي على 1100 غرفة بطاقة استيعابية قدرها 2200 سرير، وتكلفة المشروع تقدر ب 90 مليون ديال الدرهم، ومدة الإنجاز تتراوح بين 24 حتى 36 شهر. قطب جامعي لا يتملو ليس عاديا، هو من أكبر الفضاءات الجامعية بالمغرب، يضم 21 ألف مقعد و600، به مكتبة تتهيأ ومختبرات وقاعات وفضاءات لممارسة العديد من الأشياء في الحياة الطلابية، 9 مدرجات و80 قاعة. كل التخصصات موجودة في ايتملو اليوم، يهمنا كذلك أن تكون في ايتملو الحياة الجامعية، ولذلك فإن تدشين أو وضع الحجر الأساس اليوم لإقامة جامعية ب 2100 سرير بشراكة مع القطاع الخاص هي خطوة جبارة، لا تهم الغرف التي ستهيئها الأسرة، بل تهم كذلك الحياة التي ستكون أو التي ستنتعش حول هذا المرفق الجديد. نريده أن يكون شبيها بما يقع اليوم في السابق، كان يقع ويقع اليوم كذلك في مدينة العرفان. إذا نريد أن يكون القطب الجامعي لأيتملو قطبا متكاملا فيه الاجتماعي والحياة الطلابية والدراسة والبحث العلمي والإشعاع. ولذلك فأنا سعيد بأن انطلقت اليوم أشغال بناء الشطر الأول من هذه الإقامة الجامعية.